السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، حياكم الله أينما كنتم. حلقة جديدة من حلقات مدرسة القرآن الكريم، صفحة صفحة، آية آية، كلمة كلمة، حتى نعي ونفهم ما نقرأ ونحفظ بإذن الله عز وجل. مباشرة إلى السؤال، كيف نضبط الآيات؟ والله بصير بما يعملون، والله بصير بما تعملون، إن الله بما تعملون بصير، فإن الله بما يعملون بصير، والله بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير، وكان الله بما تعملون بصيرا. خلص السؤال؟ إني بما تعملون بصير. بعد ما خلص السؤال راح تقولون كيف؟ ما هذا؟ اصبروا قليلا وتعالوا. أما مواضع والله بصير بما يعملون تعملون، انتبهوا معي أحبتي في الله، البقرة، شوف المواضع، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا، شوفوا يود يعمروا أن يعمر يعملون والله بصير بما يعملون. واحد، آل عمران، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. بما يعملون للغائب، انتبهوا، هم غائب. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. تمام. موضع وحيد جاء بالتاء، تعملون، والله بصير بما تعملون. قال تعالى في سورة الحجرات، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إذن هذه الصيغة والله بصير بما، الأصل فيها أن تأتي بالياء يعملون، إلا آخر آية في سورة الحجرات جاءت بالتاء، والله بصير بما تعملون. لاحظوا معي أحبتي أن المواضع البقرة، آل عمران، المائدة، تمام، ليس فيها تاء، الحجرات فيها تاء، فيها تاء، تاء الحجرات مع تاء تعملون، فأنا بعد ما تلتبس عليها. وردت والله بصير بما يعملون في البقرة وآل عمران والمائدة، ونضبطها على قاعدة الضبط بالشعر. شوف، والله بصير بما يعملون، أنا كل ما يعني أكررها أكثر علشان تستقر الصيغة عندك، والله بصير، والله بصير، والله بصير، حتى أنت تركز عليها أكثر. والله بصير بما يعملون ثلاثة بالياء، بقرة لعمران على مائدة القراء، على مائدة القراء، يعني القراء الذين يقرؤون القرآن لديهم مائدة وعليها بقرة يأكلون، هنيئا لهم. في آخر الحجرات جاءت الآية بالتاء، والله بصير بما تعملون، ونربط تاء تعملون مع تاء الحجرات على قاعدة ربط حرف من الموضع المتشابه مع حرف من اسم السورة فتضبط بإذن الله. نلاحظ في الصيغة والله بصير بما يعملون، أو الصيغة والله بصير بما تعملون، لم يرد مع هذه الصيغ أي زيادات مثل دخول إن أو أن أو حذف اسم الجلال الله، ولم ترد بالتاء إلا في الحجرات. لاحظتم أحبتي في الله؟ يعني انتبهوا، الله يبارك فيكم، هذه لم ترد لا إن ولا أن. السياق في الآيات ليس عن العمل، بل الكلام عن الله تعالى وصفاته أو أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، فتقدمت صفته عن العمل، قال بصير بما يعملون. لاحظتم؟ الله تعالى يبارك فيكم، ركزوا حتى لا تقولون والله بما يعملون بصير، لا، تقدمت الصفة، لأن الكلام والسياق الآيات عن الله تعالى وصفاته. شوفوا أحبتي، راح تقولون كيف؟ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، هذه الأماني هي أمور قلبية، تمام، وهذه متعلقة بخفايا، وهذه الخفايا يعني لا يكون مطلع عليها، ليست يعني أمور ظاهرة يعملونها حتى أنه أقدم العمل على البصر، هذه فقط هي يعلمها الله، والله فضحهم في هذه الآية، ولهذا قال والله بصير بما يعملون، قدم الصفة على العمل. هم درجات عند الله، في هذه الآية في سورة آل عمران نحن لا نعرف درجاتهم كيف، فالله فقط وحده هو الذي يعلم درجاتهم، ولهذا قدم الصفة والله بصير بما يعملون. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، وهذه أمور أيضا، إيش؟ أن لا تكون فتنة في داخلهم، أنه ما راح تكون فتنة، فعموا وصموا، هذه أمور أيضا غيبية، فجاءت الصفة لأن الله مطلع عليها لأنه لم تظهر. فانتبهوا أحبتي في الله، جزاكم الله عنا كل خير.
طيب نأتي الآن إلى المواضع إن أن إن أن ماذا جاء؟ أن الله بما تعملون بصير أو إن الله بما تعملون بصير، تقدم العمل على الصفة. شوفوا الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تحتاج إلى عمل، لأنه أنت لما تصلي راح تقوم بهذا العمل، لما أنت تنفق راح تقوم بهذا العمل، تمام؟ فجاءت بما تعملون بصير، تقدم العمل على البصير. هذا في البقرة، تمام؟ في البقرة الموضع الثاني: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طبعا كل هذا عمل، وإذا بعد ذلك قال: وإن أردتم أن تسترضعوا، كل هذا عمل، تمام؟ وهذا ظاهر واضح، أنا لما عندي ولد وأريد أنا أخذ هذا الولد وأذهب به إلى مرضعة، هذا عمل أقوم به، وستقوم هذه المرضعة بإرضاعه، فهذا كله عمل، فهذا راح يكون واضح لي ولكم. فقال الله عز وجل: أن الله بما تعملون بصير. طبعا هنا بعدين راح نشوف هذه إن وهذه أن، بس أنا بشرح لكم كيف أنه أفهم الآيات وأقول تعملون قبل بصير. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، وهذا أيضا اللي هو الزواج والطلاق وبعد ذلك أنه فرضتم، وهذه كلها أمور يعني أنتم تشوفوها واضحة أمامكم أنه هذا تزوج ثم طلق من قبل حتى أن يمسها وكذا، والناس راح تحضر هذا الموقف حتى يشوفون الطلاق أو يعني يبدون يعفون أو ما يعفون أو يعفو عن الفريضة الذي فرضوها فيما بينهم. فقال: إن الله بما تعملون بصير. موضع عندي وحيد بالفاء، ما هو؟ فإن الله بما يعملون بصير. يعني كل هذه المواضع تاء تاء تاء، ولكنه جاءت هنا فإن الله بما يعملون بصير، اللي هو في سورة الأنفال 39. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. خلونا نشوف شو راح نضبطها أحبتي في الله. وردت فقط في سورة البقرة ثلاث مواضع التي هي تعملون. الأول والأخير همزة إن مكسورة وتضبط بسياق الآيات. الأول والأخير، انتبهوا أحبتي في الله، خلي أشوفكم الآيات. هذا إن البقرة اللي هي وأقيموا الصلاة، وإن طلقتموهن جاءت إن، وجاء بينهما أن، واعلموا التي هي جعلت الهمزة تكون مفتوحة، واعلموا أن، واعلموا أن، ما ممكن واعلموا إن، واعلموا أن، هذه جاءت همزة مفتوحة وهي في الوسط، إذا نضبطها على قاعدة اختلاف الوسط بين الطرفين المتشابهين. وأيضا بسياق الآيات: وما تقدموا لأنفسكم من خير ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه ولا تنسوا الفضل بينكم كل المسلمين يعرفوها، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وما تقدموا لأنفسكم من خير، هذه أيضا معروفة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه المواضع. الموضع الوسط جاءت همزة أن مفتوحة، واحفظها وين؟ لدى والوالدات يرضعن أولادهن، في آية الرضاع، تمام؟ ماكو إشكال بعد، بس ماذا؟ العمل تقدم على الصفة وشرحتها واحدة واحدة. نضبط مواضع البقرة الثلاثة على قاعدة اختلاف الوسط بين الطرفين المتشابهين كما ذكرت لكم أحبتي في الله. لم ترد صيغة إن الله أو أن الله إلا في سورة البقرة، المواضع الثلاثة المذكورة التي جاءت، لأنه ماذا عندي؟ عندي في الأنفال جاءت فإن بزيادة الفاء، ونربطها مع من؟ مع فاء الأنفال، لأن المواضع الأخرى في البقرة لا يوجد في اسم السورة فاء، فجاءت بدون فاء. في الأنفال جاءت بالفاء، نربطها مع فاء الأنفال على قاعدة ربط حرف من الموضع المتشابه مع حرف من اسم السورة، تمام؟ وجاءت يعملون بالياء وليس تعملون بالتاء، وأدرجتها هنا حتى تركز عليها ولا تنساها بأنها وحيدة في القرآن. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأنه يعملون ويعني فإن الله الآية، شوفوا أحبتي في الله، فإن الله بما يعملون بصير، بمن؟ بالكفار، فجاءت بصيغة الغائب يعملون بالياء، فانتبهوا، الله يبارك فيكم، الله تعالى يرضى عنكم. طبعا راح أقف هنا، بس أريد أقول شغلة واحدة قبل ما أنا يعني أقفل. السياق في الآيات عن العمل، لذا قدم العمل على الصفة البصر، فانتبهوا، بارك الله فيكم.
ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.